وفقرت لنعرف أكثر مع أخصائية التغذية رولا كمال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رولا، نحن بتعرفي حكينا قبل كيف بنقدر نعود جسمنا على سيستم الصوم صح، لنقدر ناكل هالوجبة بعد صوم نهار طويل. هلأ اليوم خلص شهر الصيام وبدنا نرجع للروتين اليومي، كيف بنقدر نرجع لهيدا الروتين؟ وهل الجسم بعد الصيام بيعمل شك؟ يعني ممكن يتقبل الطعام 3 مرات بالنهار مثل ما كنا قبل الصيام؟ اوكي، اول شيء ما انتبه على 4 قصص بعد شهر رمضان. اول شيء نرجع على النوم، لانه بكون واحد تعود انه يضل سهران لوقت طويل، تنتين ثلاثه يمكن، او يرجع ينام نوم متقطع يرجع يفيق يتسحر. الناس بتسحروا، اول شيء بده يرجع يعود جسمه على النوم، هيدا واحد. اثنين، نعود جسمه نشرب مي. هلا جسمه بس تكوني صايم خلاص بتعود انه انت 18 ساعه ما عم تشرب مي، بس بكون صاير عندنا ديهايدريشن، والديهايدريشن عنده كثير قصص، يعني عنده كثير ردات فعل. ما نعود جسمه نرجع نشرب مي كميه كافيه، مينيموم 2 ل 3 لتر باليوم. ثلاث، الطريقه اللي مفوت فيها اكل، اكيد من الناس فكرة اول نهار صيام كنافه ومنقيش وكل شيء بتفتح معنا، اكيد حيصير عندهم عسر هضم، انديجشن، حرقه، يمكن حيحس بطنهم كثير منفوح بعد ما يكونوا اكلوا كثير بالنهار. بدهم يخبصوا، اكيد فيهم يخبصوا، بس انه وجبه مثلا لا تسي بلشوا نهار اوريدي قطع العيد وخبص اللي خبصوا، بس ببلشوا مثلا يخبصوا ياخذوا مثلا ترويقه، ياخروا شي 6 ساعات يرجعوا ياخذوا غدا، يعني فوتوا وجبتين بس يكونوا عم يشربوا كميه كافيه كثير من المي. بيرجع ثاني نهار، يعني بدنا نحن تقريبا 10 ايام لنرجع للروتين اللي نحن معودين عليه. هل بيلتزموا يعني الاشخاص بهيدا الروتين؟ لانه بحس دغري يعني بينكسر الصيام، دغري بنرجع لحياتنا العاديه. صح، بس اكيد بصير في عندهم عسر هضم، في ناس بصير عندهم حرقه، يعني على جسد اني وصلني كثير مسجز انه انا بعد ما كثير خبصت كثير وجعتني بطني وهيك، سو اكيد بصير عندهم هول العوارض. بس اذا بدهم يمشوا صح، يمشوا مثلا وجبتين، وخصوصا الناس اللي خسروا وزن كرمال ما يرجعوا يطلعوهم بثلاث ايام اللي هن حيخبصوا فيهم 3 وجبات. ما بقول ما يخبصوا، اكيد يخبصوا اللي بدهم اياه، بس وجبه وحده، ويعملوا بالانس بالوجبات البقايا. هالقد سريع الواحد اذا خسر وزن برمضان يرجع ياخذهم بهالقد وقت؟ شوف، اللي معود جسمه ياكل على وجبه وحده، في ناس ما بيتسحروا خلص، تعودوا بس من الافطار للافطار، او مثلا بياخذوا سناك بعد الافطار وفجاه عم فوتوا ترويق او غدا وسناك، اكيد يعني تعود فوت على جسمه 1000 كالوري فجاه بنهار 3000 على 3 ايام، اكيد حيعمل بارت منه احتباس مي، في احتمال يطلع نص كيلو فات، بس اكيد اذا طلع بعد 3 ايام تخبيص حيطلع الميزان 2 كيلو زايد ما ينقص. طب اذا قسم هالكالوريز اللي عم ياخذهم لوجبتين او لثلاث وجبات، هيك بيكون عم بحافظ على الوزن اللي خسره؟ اكيد بيكون عم بحافظ على الوزن اللي خسره. سو كرمال هيك بفضل ما يفوت دغري اكل وثلاث وجبات، خلينا نكون وجبتين على يومين ثلاثه، بيرجع وجبتين واثنين سناك وبيرجع 3 وجبات، بكون قطع 10 ايام وهو مرق فيري سموثلي، مش انه عطى كثير كالوريز من اول 3 ايام. هيدا وان. وانا كمان كثير بنصح انه يعملوا صيام متقطع بعد شهر رمضان، اوريدي تعود جسمهم على الصيام، خصوصا للناس اللي خسروا وزن، كمان يحافظوا على اللي وصلوا له، يعني اوريدي هو تعود يصوم 18 ساعه، انا ما عم بقول يرجع يصوم كل يوم، بس انه اتليست يمرق يومين بالجمعه عم يعمل صيام متقطع، بس ليحافظ للناس اللي خسروا وزن على اللي هو خسره بشهر رمضان. واصلا الصيام كثير مفيد للجسم، يحافظ على مستوى الانسولين يضله ثابت بالجسم. اوكي، هل بيخسر الجسم انواع معينه من الفيتامينات مثلا؟ أوكي، لانه عم بياكل وجبه واحده كان بالنهار. اوكي، اذا واحد ما كان عم ينتبه على وجبه الافطار كان عم ياكل، ما كان عم ياكل كميه كافيه من البروتين من اللحم الحمراء ومن الدجاج ومن السمك، اكيد بده ينتبه اكثر شيء للفيتامين بي 12 اللي ما بكون عم ياكل كميه كافيه من اللحم، لانه هي بس مصدرها هي الوحيد اللحمه. وبالتالي ينتبه على الحديد ومخزون الحديد، هول اكثر شيء ثلاثه بيتاثروا اذا شهر ما كان عم ياكل صح. يعني دائما انتبه اذا مثلا بعد شهر رمضان عم يدوخ، عم يهر كثير شعره، عم بتحس ما عندها كثير شهيه على الاكل، عندها عسر هضم، كمان هول القصص ببين على نقص الفيتامين بي 12. بتعمل بس تنتبه على الفيتامين بي 12 مثل ما قلنا، الايرن والفيرتين. هل السبلمنت بيعوضوا الاكل؟ اكيد السبلمنت بيعوضوا. في ناس فيجيتيريان ما بحبوا اللحم الحمراء، سو اكيد بتاخذ هاي دوزز اوف فيتامين بي 12 او كوبالين حسب شو بيقول لها الدكتور، بس اكيد السبلمنت بيعوضوا، لانه في ناس ما بياكلوا لحم حمراء وفي ناس بياكلوا مرتين، وبس ينتبه كمان لهذا الموضوع. مين المخول يعطينا المتممات الغذائيه؟ هل اخصائي التغذيه؟ لا، انا بفضل دائما دكتور، يعني هو يعمل فحص طلع في شيء ناقص فيهم. هلا اذا قصص كالسيوم وفيتامين دي اكيد ما بياثر، بس مثلا صار نقص حديد وهيموجلوبين هيماتوكريت بي 12، فضل يروح عند حكيم اخصائي بالموضوع، هو يعني بيعرف بتفاصيل اكثر.
اوكي. وكمان نرجع لروتين الرياضه، لانه في ناس كثير بيوقفوا بشهر رمضان رياضه، واكيد ما نرجع دغري فيري يعني كثير ستريكت. موضوع الديهايدريشن قله شرب المي بيعمل كثير تشنجات بالعضل ما بنكون نحن منتبهين. سو اول شيء يرجع يشرب مي كثير منيح، يفوت مي كميه كافيه، يرجع يبلش رياضه. اكيد أوكي. مش فيري ستريكت، يعني مثلا 20 دقيقه مشي بيرجع 30 دقيقه نطلعهم شوي شوي، مش من اول نهار ما نعمل حديد ما نعمل كارديو ما نعمل كله مع بعضه. ما بدهم ينقصوا الحلو اللي تاكل على صح، بس على بلشوا كارديو، يعني بلشوا مشي تريدميل الابتكل ما بيقاسي، بس ما بلشوا حديد هاي انتنسيتي، بس كمان ما يصير في انجري بالعضل. اوكي، نحن اذا بدنا نخبص مسموح انه يكون عندنا نهار بالاسبوع ياكل بدك هو السكريات والحلو؟ صح، عن جد فيك تعملي هيك، بتعملي اصلا مثل بتعطي جسمك موتيفيشن لترجع تكملي ثاني نهار. سو اذا نهار اللي خبصتي فيه انا دائما بس ما بيكون انكسر هذا السيستم اللي انت ماشي فيه بال... لا هلا نهار بالجمعه ما بيأثر، خبصتي مره بالجمعه عن جد ما بيأثر. شوكليت حلو وات ايفر بدك فيه نجمعهم نجمعهم بنهار واحد، بس صدقيني لانه انت بتكوني معوده فتره عم تاكلي فيري هيلثي حتتضايقي، بس فيك نهار واحد تخبصي. انا دائما بقول لهم مثلا بدك تخبصي وجبه تروقي بيضتين مسلوقين وتغدي وسناك اللي بدك اياه وسكيب وقفل العشاء ما بيأثر، وتاني نهار برجع بتعمل مثلا 700 كالوري بتاكلي بتعودي على اول نهار شو خبصتي، يعني اذا فوتتي 4000 او 3000 اكلتي 700 او 800 كالوري تاني نهار عملتي بالانس. اوكي، وهو لتطلع كيلو بدك 7000 كالوري، اذا ما فوتيهم بالنهار تاني نهار بتعدلي. اوكي، رولا، في مفهوم خاطئ عند بالصيام المتقطع، انه نحن بس نصوم في معنا مثلا 3 4 ساعات فينا ناكل فيهم شو ما بدنا، وه 3 4 ساعات فينا نضلنا ناكل، يعني هذا الاوبن بوفيه بيكون قديش هذا الشيء صحيح سليم صحي؟ اكيد شيء كثير، لا اكيد اذا صايم 16 ساعه كمان يرجع يقسم وجباته اللي هو باقي 8 ساعات، يعني رح نعطي نرجع اكزامبل، وقف اكل 8 تروق 12، تروق 12 يتغدى 4 يتعشى 8، بس كمان يحافظ اول شيء اذا بده يخسر وزن، وكمان ما يفوت كثير اكل لفرد مره على جسمه. هلا في ناس معودين ياكلوا وجبه واحده اكل كل شيء فيها، انا ما عندي مشكل، بس من بعدها ما بقى يخبص. يعني اكل 2000 كالوري او 1005 بده اياهم على وجبه واحده، في ناس هيك بتحبوا. بنقدر نعمل هيك؟ انت بال 2000 كالوري اذا انت عم تحطي زيت زيتون وخبز ورز وات ايفر بيطلعوا. أوكي. يعني اكلت الوجبه واكلت الحلو بيطلعوا، بس في ناس هيك معودين، انا بفضل لا، بفضل تقسميهم كمان ما يصير عندك كريفنج لتاني نهار. هيدا الشهيه على الاكل الزياده. تروق 12 عمل 4 غدات 10 8 بكون هو مرتاح اكثر على انه ياكل وجبه واحده. قد ايه البذور اللي نحن بنقدر نستعملها باكلاتنا بتقدر تساعدنا لمده اطول انه نكون شبعانين؟ يعني قصدك مثل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور دوار الشمس؟ كمان ما نكتر منهم، هول كثير مفيدين بس هن بالنهايه فات، يعني ملعقه منهم كانه فات، بس هن فيري هيلثي. وهو بس تاكل نحن بنكب نحن بنكب، لا هو ملعقه واحده بتاخذي، ملعقه واحده كثير كافيه. بس شو بنعمل مثلا؟ رح اعطيك اكزامبل، في حدا يضلوا حاطط بقنينة مي ملعقه بذر شيا ويشربها بنهار، هي بذر الشيا في بقلبها فايبر في بقلبها اوميجا 3 بتنفش بالمعده بتساعدك تحسي بالشبع لوقت اطول. أوكي. انت اذا شربتي مي في بقلبها كمان شويه الياف حتنفخ بالمعده حتحسي حالك شبعانه. هيدي واحد. اذا اخذ بالسلاد كمان سلاد وحط في قلبها ملعقه بذر كتان، اول شيء بذر كتان بحس انا دائما بوصفه في بقلبه اوميجا 3 وفايبر، كل شيء كوليسترول بالدم بنظفهم، اكيد ما خص الدواء بده ياخذ دواء، بس اذا حدا مثلا عنده الكوليسترول على الحفه بيساعده يمكن انه يعدله اكثر. بالضبط، وبيساعده يحسوا بالشبع، وكمان بيساعده انه اذا حدا عنده امساك بيساعده يفوت على التواليت احسن، لانه نسبه الالياف كثير عاليه، واكيد يشرب مي كمان الالياف بدها كمان تنفش بالمعده بدها مي بالمقابل كمان. والبذور مثلا مثل بذر اللقطين وهو كلياتهم دهون، هن منيحه بس ما فينا نكتر منه قد ما بدنا. اوكي، طيب. ومثلا رح اعطيك اكزامبل، سوري، لتسي حدا عم بيقول لي انا بس اكل تفاح بحس حالي جوعان، دائما انا بقول له مثلا في ناس ما بحبوا يتروقوا، بقول لها خدي تفاحه وخدي حدا مثلا 5 جوزات، بس تاخذي شيء يعلي لك السكر ترجع بتاخذي فات بيعدل لك مستوى السكر من بعد ما بتحسي حالك جوعان، بينما اذا اكلتي تفاحه بعد ساعه حتحسي حالك كثير جوعانه، اخذتي معها شويه جوز او لوز مثل كونسبت الدهون المنيحه حتحسي حالك شبعانه. طب هو هل سيستم الجوع انه نحن جوعانين او نحن بدنا حلو او نحن يعني هذا الشيء نحن موجود بدماغنا قد ما بنفكر، ولا هو عن جد جوع؟ فيك مثلا مرات في ناس مثلا تسدي نفسك عن الجوع بتحس، في ناس بضيعوا بين الاحساس بالجوع والاحساس بالعطش لانه ما بيشربوا كثير مي، سو انت بس تحسي حالك جوعان وعن جد بعدك اكلي وجبه ومش هلا وقت الجوع، يعني تروقت 11 10 وصارت الساعه 11 تروقتي 10 وصارت الساعه 11 12 انت عن جد حاسه حالك جوعان اشربي مي، شبعي حالك بالمي، كوني حاطه بقلبها بذور شيا، واذا حسيتي بعد شوي رجعتي ارجعي كل شيء سناك ما بيأثر. في مرات جسمك بيكون عم بيحرق اكثر، الانسولين عندك وطي
في مرات سايكولوجيك انت عم تفشي خلقك بالاكل لانه ما في شيء ثاني تفشي خلقك فيه، سو بتحسي حالك عم تفشي خلقك بالاكل. أوكي. بس هو الجوع مرات بيلخبط بين الجوع وبين العطش، انا جوعانه ولا انا عطشانه، بس ناس ما بيروحوا على المي بيروحوا على الاكل. بيروحوا على الاكل، انا بسالي اكثر بعطي ستايتي اكثر. طيب رولا، بالصيام المتقطع في عدد كالوري معين للسيدات وعدد كالوري معين للرجال؟ صح. يمكن هذا العدد بيختلف بين عمر والثاني. اكيد هلا في ناس بيمشوا لايف ستايل صيام متقطع مش ضروري يكونوا عم يخسروا وزن، سو اذا ماشي لايف ستايل صيام متقطع للمراه فينا نعتبر بين 1500 و 2000 كالوري حسب اذا عم تعمل رياضه، اذا مينوبوز، اذا تين ايجر، ديبيندز. يعني فينا نحكي حد مرة كبيرة بالعمر منوبوز وكل شيء مش أكثر من 1200 كالوري لأنه أوريدي الحرق عندها بقل. حدا بين 30 وال 40 بعدها شوي يعني بعدها شيز أكتيف وعندها الميتابوليزم عالي فنعتبر 1500 1800. حدا سوبر أكتيف بحياتها وكثير بتعمل رياضة فيها توصل 2000 2200. للرجال فينا نحكي تقريبا 3000 كالوري بس يكونوا مقسمين صح مثل ما قلنا. أوكي. طيب في سؤال كمان، دائما بنحكي عن الاشخاص اللي كانت يعني عندها وزن زايد ونقصت، هلا بالعكس في اشخاص ضعفوا كثير برمضان، كيف بيقدروا يستردوا هيدا الوزن؟ اوكي، لا يلي الاشخاص كثير ما تحزنيهم، بس الاشخاص كثير خسروا وزن عشان بيكون في ناس الضعف بيصير اصعب من نصاحه لو واحد يزيد وزنه. في موضوع الجينيتكس في كثير مثلا بتلاقي الام والبي كثير ضعاف، وات ايفر بياكل الشخص حيضله ضعيف وات ايفر. في نحن عندنا بالجسم دهن، عندنا كريات بيضة وكريات بني، اللي بالعادة عنده الكريات البني جينيتيكلي أعلى من البيضة جسمه كتير بيحرق وات ايفر بياكل، هاي نعمة يعني. حلو. صح، بس إنه أكيد في قصص فيها تساعده، مثلا لتس هو بياخد البيزل ميتابوليك ريت قد ايه جسمه بيحرق، بيحرق 2000 كالوري، هو ليطلع كيلو بده 7000 كالوري زيادة، سو هو إذا عم يفوت بنهاره تقريبا 4000 على مدة أسبوع مستحيل ما يطلع وزنه. بس الاشخاص كثير ضعاف كثير بقفوا وجبات، مثلا اذا تروق وبعد الترويق اخذ لبن او عصير ورجع هو كل ساعتين بده يحدد ياكل، ياخذ بعد ساعتين فور اكزامبل بان اولي مع بينات بتر، بعد ساعتين يعني كل المحرمات اللي نحن اللي بيضعف شخص بده ياخذها الشخص اللي بده ينصح. بس في ناس بفكروا انا الضعيف ما فينا انصح، مستحيل ما ينصح اذا هو ماشي صح، بس هن كثير بقفوا وجبات يعني ترويق او بعد انا كل وجبه بقول يا لبن يا عصير كمان زيد الكالوريز تبعولاتهم، بعد ساعتين سناك بينات بتر بنانا اللي بده اياه حطهم مع بعض على الغداء وات ايفر معمول، بس من بعدها يشرب عصير او يشرب لبن. بس هيك ما بيطلع الكوليسترول بيكسب دهن اكثر من انه اذا حدا على عمر صغير، على عمر صغير لنقول انا ما بعتل هم هول المواضيع، بس حدا على عمر كبير اكيد بنروح على القصص الهيلثي اكثر، يعني بصير نحسب قد ايه عم ياكل بروتين قد ايه فات، بس بنصير نزيد له افوكا زيت زيتون، انت ملعقه زيت زيتون 45 سو اذا دلق دلق بيطلع له كثير بصحنه. هيدي نقطة كثير مهمة انه نحن عم نحكي انه بسبون، خليني احكي عن حالي. صح. ما بشي بالملقعة وبعير. نحن خصوصي بشهر رمضان، يعني في ناس مثلا اجوا مش ضعفانين ما بكونوا منتبهين انه هن زيت زيتون عم يندلق دلق هيك. هي كل تي سبون ملعقة صغيرة 45 كالوري، سو فيه صحن السلاد يكون 100 كالوري بس ما هو يمكن يكون جات وموزع، مثلا هذا جات بطعمه 4-5 اشخاص. اوكي، بس في اهل صدقيني بيدلقوا هيك زيت زيتون. أوكي. سو هو الحدا اللي عم يعمل دايت يشيل صحن يحط بس ملعقة صغيرة من فوقها، لانه مرات الصحن هو جات كله، في ناس بيحطوا هالقد، في ناس بيحطوا عن جد بكتروا كتير زيت زيتون. سو الشخص اللي عم يعمل دايت يعير قد ايه اذا هو عم يحسب كالوري، لانه كل ملعقه صغيره 45، سو اذا انت حطيت 3 ملاعق صرنا بس عم ناخذ 130 كالوري بس زيت زيتون. هول شو بنقدر نعوضهم؟ يعني 130 كالوري اذا ما حط اذا حطينا ملعقه زيت زيتون شو بنقدر نعوض الباقيين زياده بلس؟ فيك تزيدي مثلا شويه رز، فيك تزيدي شويه بروتين، لانه انت زيت زيتون موجود بس ما رح يحسك بشبع زياده، بينما اذا يعني هذا الصحن فيه يكون 100 كالوري سلطه هو نفس البورشن عم تاكليه، فيه يكون 300 كالوري بس من ورا زيت زيتون. او ماي جاد، من وراه فيك تزيدي فيك تزيدي شويه بطاطا، فيك تزيدي شويه دجاج، بس يعني بتحس انت عم تاكلي فرايتي اكثر. والصوص اللي بتكون معموله مش بس زيت زيتون وحامض، بتكون صح. زيت زيتون مع دبس الرمان، متعغ دبس الرمان كمان. صح. دبس الرمان بنصح اكيد، مش بنصح بس فينا نحط ملعقه واحد معمول من الرمان. ايه من الرمان مغلي صح، بس في رمان اللي موجود بالسوق بينزل له سكر، الرمان اللي بعده اللي بينعمل بالبيت، في ناس بعده بينعملوا دبس الرمان بالبيت سوري ما بينزيدوا سكر، سو انت كمان بدك تعرف المصدر من وين. حلو. لا كثير معقد القصة. لا بس هو لا فيك تحطي ملعقة ملعقة من كل شيء، بس موتارد فيك تحطي ما بيأثر ما كثير في بقلبه كالوريز، بلسمك فيك تحطي خل قد ما بدك، حامض قد ما بدك، وفيك تحطي قصص تبهريهم وتحطي سماء كمان بغير لك الطعمة، فيك تحطي شوية زعتر كمان. السماء ما بيأثر، ما هيك السماء ما بيأثر أبدا. أوكي. هو لأنه ما يعني مثل ما بيأثر ما في بقلبه ولا شيء كالوريز، فنحط سماء قد ما بدنا يعني. أوكي. بس موضوع زيت الزيتون مايونيز
وخصوص المطاعم صح. بالمطاعم بس يجيبوا لنا هاني ماسترد ويجيبوا لنا صوص مثلا، بيقول لي اكلت سيزر سلاد من خرب السلاد كلياتها بصوص السيزر يعني، بس انتبه لكمية الصوصات اللي عم ناكلها بالسلادات. يعني نحن اذا بدنا نحضر غدا بدنا شغل ساعه ونص على الورقه بالقلم. لا لا مش هالدرجه، بس انت بتصير ايدك تاخذ يعني بنزهق ما بقى بدنا ناكل بليز. لا 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 بس هو شوي شوي بتاخذ ايدي يعني عن جد، لتعود مثلا ملعقه زيت مش دلق زيت بيفرق علينا. والاشخاص اللي كثير عندهم شغف على السكريات والحلو وغيرها، كيف ممكن يوقف هذا الشغف عندهم؟ لانه مش بايدهم يوقفوا. صح، اول شيء بده يعمل فحص السكري ويعمل فحص الانسولين يشوف اذا عنده عالي او واطي. اذا طلع عالي او واطي في ياخذ دواء بيرجلج له هذا الموضوع، الدواء اللي بيرجلج له الموضوع بيبطل عنده هالشراهه على الاكل. شراهه على السكر ممكن دليل انه يكون عنده سكر او مرتفع، او مثلا الانسولين عنده عالي، سوبر عند دكتور بيعطي دواء على اساسه بيرجع بيمشي، وبس ينعطى هذا الدواء بيترجلج موضوع الشراهه على الاكل. وفي يمشي صيام متقطع، الصيام المتقطع بيعدل موضوع الانسولين. اوكي، بس هو اهم شيء بس يكسر الصيام ويرجع يفتح على الاكل مثل ما نحن قلنا. وعن جد مش كل شيء ممنوع، مثلا تروق بعد شوي بس هو يعمل بالانس لاكله وبيرجع بيمشي الحال، بس هو لانه تعود يفوت كميات بضله عم ياكل وعم يطلب اكل، بس اذا رجلج اكله بصير عادي، بصير منظم بنمط حياته. اوكي، شو النصيحه اللي ممكن نعطيها للمشاهدين بخصوص هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه؟ اوكي، هو بس نكسر هذا موضوع الصيام، اول شيء ما نرجع نشرب كثير مي، هذا واحد، وننام كميه كافيه، ناخذ كميه كافيه من النوم لانه كثير بياثر النوم على موضوع الحرق عنا، ونشرب كميه كافيه من مي خصوصا اللي بده يرجع يبلش رياضه من اول جديد كمان ما يصير عنده انجري بالمصل، هذا اهم شيء. واكيد ما نفتح على الاكل دغري، ونضلنا نحافظ عم نعمل يومين بالاسبوع ستريكت دايت والباقي ايام نمشي فلكسبل. طيب اللي معود يشرب مي كل النهار رجع وقف صار عم يشربه مع الافطار للسحور، وتعود بهذا الوقت بيقدر ما يشرب بالنهار يشربهم كلهم بالليل؟ المهم انه خلال 24 ساعه يكون اخذ لترين ونص ولا لا؟ اكيد لا، اول شيء يكسر نهاره، هو منه صايم يبلش نهاره عم ياخذ تقريبا 2 to 3 cups of water اول ما يفيق، هو 500 ملل كثير منيح لكل شيء اعضاء بجسم يتنشطوا. وانا بفضل يشرب اللتر من الصبح ل 12 الظهر لانه عم يشربه بالليل حيضلوا بتولات يعني كمان حيكسر روتين نوم، لانه مستحيل عم تشرب لترين مي متفيقه ولا 4 أو 5 مرات على التويلت بالليل، سو اضبط يشربهم بالنهار يعني ليكون عم ياخذوا يمتصهم كلهم جسمه فرد مره يعني، يشربهم كلهم بالليل ما راح يمتصهم جسمهم، نقسمهم بالنهار بكون احسن، خصوصا هلا شوب يعني بكون حدا عم يعرق عم يخسر كثير مي بنهاره. اوكي، انا بدي اتشكرك ميرسي لك على هيدي المعلومات، ان شاء الله يا رب.